شكشوكة السجق. شكشوكة السجق زي ما انتم شايفين كده، انا حاطه ايه؟ حاطه طماطم رباع، والطماطم الرباع دي انا حطاها بقشرها عشان هشيل القشر بتاعها بعد كده. ايه اللي انت بتقوليه دوت؟ هنشوف مع بعض انا بتكلم عن ايه واحنا بنشتغل في الوصفه. عندي سجق شرقي طبعا بالشكل ده، عندي توم شرايح مش مفروم، عندي زبده وهحط زيت، عندي صلصه طماطم وبابريكا وملح وفلفل اسود وفلفل حلو. ده المقادير اللي عندنا النهارده، ودي الشكشوكه اللي انا هعملها النهارده. طيب هو انا ينفع اشيل السجق ده واحط حاجه تانية؟ اللي انت عايزاه واللي موجود عندك اعملي ان شاء الله، حتى تحطي حبه بصل مع باقي المكونات كلها وتشتغلي بيها هتطلع معاكي زي الفل، مفيش حاجه بتقول لا. طيب انا دلوقتي مولعه النار عندنا بالشكل ده كده عشان عايزه الصينيه بتاعتنا تسخن. انواع الشكشوكه كلها انا بحب يبقى الحله بتاعتها او الصينيه بتاعتها بغطا. ليه؟ علشان انا عايزه البخار يرد في الغطا، يطلع يرد في الغطا يروح نازل لي على البيض يسوي لي الوش بتاعه. طيب ناس كتير بتحب البيض انواع مختلفه من التسويه، في ناس اللي هي بتحبه مستوي قوي وزياده، في ناس بتحبه اللي هو نص سوا، وفي ناس بتحب ان هو يا دوب يتحط على النار 5 دقائق. انا واحده من الناس اللي بتحبه نص سوا، اللي هو افتح الصفار يكون سايل شويه، ما يبقاش ان هو ولا سايل قوي ولا ماسك في نفسه. فالنهارده انا هعمل السجق او شكشوكه السجق بالبيض يكون نص تسويه. طيب معنى ان انا عايزه اعمل البيض نص تسويه، هو اصلا ما بياخدش وقت في التسويه، فانا محتاجه اسوي كل المكونات اللي عندي الاول. بمعنى ان انا هحط زبده وهحط زيت وابدا ان انا اشتغل في المكونات اللي عندي كلها، وابدا احط البيض في الاخر خالص. عندي حبه زيت بالشكل ده كده، وهنزل عليهم بالزبده. بسم الله. السجق بقى ممكن تكوني جايباه مستورد، تكوني جايباه بلدي زي ما حضرتك عايزه واللي موجود عندك اشتغلي بيه. طيب هبدا اول حاجه ايه؟ انا عندي توم وعندي فلفل وعندي صلصه طماطم وبابريكا التوابل بتاعتنا وعندي طماطم. طيب الطماطم دي انا هحطها تاني مرحله، فانا محتاجه ان اول مرحله ليا اروح نازله بالسجق علشان ياخد الصدمه الحلوه بتاعته واللون بتاعه يتغير كده. بس نخلي بالنا واحنا بنعمل شكشوكه السجق عفوا، واحنا بنعمل شكشوكه السجق ان السجق نفسه اللحمه اللي جوه بتبقى متبله، فاوعوا تزودوا ملح، اوعوا تزودوا ملح، حطوا شعره بسيطه كده بس زودوا بقيه التوابل بتاعتكم المعيار اللي انتوا بتبقوا عايزينه. طيب انا عملت كده، محتاجه ان الزبده تسيح مع الزيت وتسخن شويه علشان مجرد ما انزل السجق السيمفونيه اللي بنسمعها اول ما بننزل حاجه دي، الطشه دي هي دي اللي انا عايزاها. ليه؟ لان انا لو ما سمعتش الطشه دي ونزلت السجق او اي حاجه انا عايزه اديها صدمه نزلتها والطاسه بتاعتنا بارده او ان هي المواد الدهنيه بتاعتها لسه ما سخنتش قوي، هتبدا ان هي تجيب سوائل، بقى طعمها مش حلو وبقى شكلها كمان مش حلو. فانا محتاجه اسمع تش دي كده، يبقى معنى ان هي مجرد ما الماده بتاعتنا او المواد بتاعتنا نزلت او الصنف بتاعنا نزل خد صدمه على طول، بدا ان المسام بتاعته تقفل على بعضها فمش هينزل لنا سوائل. طيب عندي كده اهو، ادي الزبده والزيت، عايزاهم يتقطحوا شويه كمان. انا ممكن وهم كده اروح نازله بالثوم عشان انا عايزه الروائح الحلوه تطلع الاول بالشكل ده كده. بصوا كده، سامعين الطشه دي؟ دي اللي انا عايزه اسمعها، ده الصوت اللي انا عايزه اسمعه. طيب تقليبه خفيفه كده واسيبه علشان اللحمه ما تطلعش منه، ما يبقاش بعد كده الاقي ان انا باكل لحمه مفرومه ومش شايفه ان هو سجق. لا انا نزلت تقليبه واحده وهسيبه على النار وارجع ان انا كل ايه كام دقيقه كده اروح مقلبه. جبت دلوقتي صلصه الطماطم البوريه مع السجق وحطيت ملح ما يكونش كتير علشان السجق عندنا متملح، ورحت نازله بشويه الفلفل الاسود. وعايزه ايه دلوقتي؟ بصوا انا هعمل كده، انا عايزه الطماطم دي احطها بالشكل ده كده. شايفين انا بعمل ايه؟ شايفين الطماطم بقشرها، وببدا ان انا احطها بالشكل ده كده علشان هغطيها من قبل ما احط اي حاجه تاني دلوقتي، وهغطيها قبل ما احط هغطيها من غير ما احط البيض بالشكل ده كده. فلما نرجع ان شاء الله من الفاصل هقول لكم انا ليه حطاها بالشكل ده وبالمنظر ده كده ومحتاجه ان انا اغطيها. شايفين الشكل انا حطاها؟ هعمل كده طول وقت الفاصل وانا حاطه الغطا على السجق. طب انا عايزه اعمل ايه بقى دلوقتي؟ بصوا بقى كده معايا، شفتوا الطماطم بتاعتنا شكلها عامل ازاي؟
بصوا بقى انا هعمل ايه دلوقتي. شايفين انا بعمل ايه؟ ببدأ ان انا اشيل قشرة الطماطم من على الارباع بتاعي، بس انا عايزاها سليمة بالشكل ده كده. كان ممكن حد يقول لي ايه، طب ما احنا كان ممكن نقشر الطماطمية ونقطعها مكعبات ونسيبها. لا انا مش عايزاها مكعبات، انا عايزاها ان هي تشال بسهولة كده. شايفين بالشكل ده كده. اللي انا عملته في الفاصل كمان ان انا وطيت النار شوية على السجق. السجق هنا استوى تمام وزي الفل جدا، والطماطم عندي استوت تمام وزي الفل جدا. فانا كل اللي محتاجاه ان انا ايه، البيض يستوي نص سوا زي ما انا ما عايزه. البيض يستوي نص سوا زي ما انا ما عايزاه. تحطي بقى بعد كده في سندوتش، تعمليه جنب عيش شامي، اعملي كل اللي يعجبك، انا ما عنديش مشكله في اي حاجه. بس عموما انا بحب الشكشوكه بتاعه السجق يكون البيض بتاعها نص سوا. شايفين الشكل عامل ازاي؟ واحنا المفروض نحط كام بيضاية هنا يا رغدة؟ والله على حسب ما نسحب. ماشي، ارسوا على حقيقة بتقولك. الله، واحد ملوش تاني، تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، كام هي؟ على حسب اللي هياكله يعني. انا واحده مثلا في الشكشوكه دي ممكن اكل بيضتين مع بعض، لكن حد تاني ممكن تقول لك ايه، لا احنا مثلا اربع افراد فكل واحد بيضايه، فخلاص هعمل على اربعه. ما عنديش اي مشكله، اعملي كل اللي انت عايزاه. كفايه كده، اوطي النار خالص. نعم، هو مين اللي معايا؟ اوكي، بصوا وطيت النار خالص كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر، بالشكل ده كده تفتح النفس وريحتها تجنن.